مواليد برج العقرب، إن شاء الله تكونوا بخير. الشهر العاشر شو مخبي لكم هذا الشهر؟ عقرب، تغييرات جديدة في إطار الحياة العملية الاجتماعية والسفر، مغامرات كتيرة عندكم هذا الشهر، وأنتوا عم تطلعوا على مبادرات جديدة وتغيير حال، تغيير وضع، انتقال من بيت إلى بيت، من مكان إلى مكان، انتقال إلى سفر، تقديم على عروض بدكن إياها بالنسبة للمال والأعمال، تجارة ماشي عندكن، السفر ماشي عندكن، الدراسة أيضا جيدة وهناك الكثير من التفاؤل هيدا الشهر. علاقتكم في الحب بدكن تتابعوها كل نهار تنين مع الأبراج العاطفية، so please تابعوا هذا الشيء مهم. بشكل عام المتزوجين عندهم هدوء تام، وباقي الوضع الاجتماعي للرجال والنساء في تحديد لأين أنتم ذاهبين. بعض منكم ترك علاقة بسبب حس أنه غير مكتمل، والبعض الآخر عنده مقابلات وعلاقات جديدة قادمة تقريبا بمنتصف ما بين يوم 10 الشهر وبالرايح. في تغييرات كتيرة، علاقات جديدة وعلاقات على الشكل الاجتماعي، ممكن تسجلوا بجامعة، ممكن تروحوا لعمل جديد، ممكن تنتقلوا إلى أرض جديدة، بيت جديد، ناس جدد، جيران جدد. في حركة كبيرة من التغييرات رح تصير بحياتكم. عندكم استقبال الأطفال، أخبار جيدة من ناحية الأطفال، شهر جيد ورائع بالنسبة للعقرب. صحتكم عقرب جيدة جدا، صراحة عم شوفكم منتبهين للطعام للشراب، معني عم شوف أوجاع كتيرة، أوجاع رأس خفيفة فقط، أوجاع بالأنف وبالعيون أحيانا، تابعوا مع طبيب العيون، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وشوفوا شو هي وجع الرأس، يمكن ما عم تناموا منيح من قلق قديم. بالنسبة للمال، ماني عم شوف قبضات كتيرة، في مال بيجي بيجي وبيروح، بس ما في شيء معين أو رقم معين محدد بالنسبة لكم هيدا الشهر، ولكن في تيسير مالي مقدمين عليه هيدا الشهر وجيد. في أمينكم أيضا ممكن يجيها مال من خارج البلاد كمساعدة مالية أو برقي، مالي برقي أو تحويل بنكي أو بعض المال لمساعدة العائلة للأسرة أو للمساعدة الفردية. في أمينكم عم تشتري مجوهرات، ممكن يكون عندها فرح أو احتفال، جايز أنتوا حابين تشتروا بعض المجوهرات أو السكوك أو النقود وتجروا فيها. أرقامكم لهيدا الشهر عم شوف 9، 18، 35، 44، 47 و12. أما ألوانكم فغالب عليها اللون الخمري، البيج، الذهبي، الرمادي، الأزرق، الأبيض واللون الأحمر. أعتقد أنه غطينا كتير مناطق بفنجانكم. علاقات جديدة مثل ما قلنا، حب جديد قادم، الناس اللي حابة ترجع بدها تحاول تتواصل معكم، أنتوا بدكم تقرروا. أنا شايفتكم عم تنطفوا، ما شايفتكم حابين أنه حدا يرجع من الماضي، قطع بات عندكم بهالمرحلة، التواصل فقط مع الأشخاص اللي يزالوا بحياتكم وعم تشتغلوا على العلاقة. الزواج منفتح بابه لإلكن، قدوم لزواج، قدوم لأشياء جديدة. حرف الشين، حرف الطاء، حرف الثاء، حرف الغين وحرف الألف مبين بفنجانكم هيدا الشهر. ارجعوا احضروا الفيديو أكثر من مرة لتسجلوا الحروف، تسجلوا الأرقام، تسجلوا الألوان، تستفيدوا منها. مش عم شوف تغييرات كتيرة للعقرب. بشكل عام الشهر إيجابي وإجمالي من مصلحتكم، فاللي بده يعمل شغل، بده يفتح مشروع، بده يبتدي بشيء، يحاول هيدا الشهر يبلش فيه ويستفيد منه. الشهر 31 يوم، ما تضيعوا ولا يوم. شكرا كتير عقرب، اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم، وبالتوفيق إن شاء الله. للقراءات الخاصة لاقولي على www.mjtarot.com. Thank you.